ومن إب إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث أعلن عمال النظافة في المدينة إضرابهم عن العمل احتجاجا على تأخر صرف مرتباتهم وسط مخاوف من أن تغرق المدينة في أكوام القمامة. وقال العاملون في صندوق النظافة إن الإضراب عن العمل بدأ اليوم الاثنين وسيستمر حتى صرف مرتباتهم المتأخرة. وأكد العاملون المحتجون أن صندوق النظافة هو الوحيد بين كل القطاعات التي لم يستلم العاملون فيها رواتبهم. وسبق لمحافظ عدن أحمد سالمين أن عرقل صرف رواتب موظفي وعمال صندوق النظافة والتحسين، وهو ما يتسبب غالبا في توقف العمال عن العمل وتكدس القمامة في شوارع وأحياء المدينة. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم معنا رئيس نقابة الشيخ عثمان السيد أديب إبراهيم. نرحب بك معنا سيد أديب في أخبار المنتصف. إذن يعني أنتم مضربون وعمال النظافة مضربون في مدينة عدن، وذلك بسبب تأخر الرواتب. ما سبب تأخر الرواتب؟ كما ذكرنا بالخبر أن جميع القطاعات في المحافظة تم تسليم رواتبهم، لماذا قطاع النظافة لم يتم تسليم الرواتب حتى الآن؟ أولاً أهلاً وسهلاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كان أن هناك خلاف من مدير صندوق النظافة ورئيس نقابة محافظة عدن ومحافظ محافظة عدن اللي هو أحمد سالمين، ما أدى إلى تأخر رواتبنا. نعم، سيد أديب هناك مشكلة في الصوت، أرجو فقط أن ترفع قليلا صوتك حتى يتسنى لي والمشاهدين سماعك جيدا. تحدث عن ما هو السبب الحقيقي وراء تأخر صرف الرواتب؟ الخلاف هو بين صندوق والإستاذ قائد رئاسة العام ومدير غانم نايبو ومدير صندوق ومحافظ محافظة عدن ورئيس النقابة. الاختلاف كله على العمال، أنه محافظ محافظة عدن يقول مدير الصندوق أنه لو بدوا عمال بالشارع، ومدير الصندوق يؤكد لهم انه يوجد عمال جابوا محضرين من عبر محافظة عدن لتحضير العمال يوميا، وجابوا محضرين من عبر مامورين المديريات. وقال انا اعلم ما بيحصل بينهم بالضبط، نحن اللي درينا انه اخروا رواتبنا لدي اجل توصلت. نعم، يعني كما يعني سمعت منك، لأن هناك رداءة بالصوت من المصدر، إلى الآن لم يتم صرف الرواتب، وهناك اعتصام يعني سيقوم به عمال النظافة. طيب، إلى الآن لم يعني يتم التواصل معكم من قبل السلطة المحلية في محافظة عدن أو أي جهة رسمية حتى الآن؟ أتواصل معنا مدير صندوق النظافة الأستاذ قائد راشد وقفتين معه وخرجنا نسمع الساعة 1 ظهرا، لأنه المحافظ يتعند قاعد يوقع توقيع، الذي لا يمشي للبنك، هو مع توقيعين، توقيع وقعوا ولا يمشي للبنك، جابوا إلى البنك يريدوا يسحبوا المبلغ، رفض أعطوهم مدير البنك، رجعوا إلى الأستاذ محمد سالمي، وتماطل بهم لحد الآن، ونحن مضربين إن شاء الله حتى تفتح رواتبنا. نعم، إذا كما سمعت منك المحافظ يعني وقع على ربما يعني شيك في يعني رواتب الموظفين، ولكن هناك مشكلة في البنك وإلى الآن يعني لم يتم صرف الرواتب. طيب، الآن أنتم مضربون عن العمل، هل يعني ستغرق عدن في أكوام القمامة؟ هل سيكون إضراب كامل أم جزئي؟ لو تحدثنا سيد أديب. يكون إضراب حتى يصير رأسه أي تصدف في القمامة يتحمله المحافظ أحمد سالمي، لأنه هو المتعلم. نعم، إذا أنتم مستمرون في هذا الإضراب، وأي ربما يعني آثار إثر هذا الإضراب على المدينة يتحمله المحافظ كما ذكر سيد أديب. وأنا مضطرة على إنهاء المكالمة لأن هناك رداءة في الصوت من المصدر، ونشكر السيد أديب إبراهيم رئيس نقابة الشيخ عثمان، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.